بسم الله الرحمن الرحيم. نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات درس النهايات. سوف نتكلم عن إلغاء العامل الصفري عند وجود حدودية نسبية تحتوي على كثيرة حدود من درجة أكثر من الدرجة الثالثة من درجة رابعة أو خامسة مقسومة على حدودية من الدرجة الأولى. تمرين: أوجد نهاية سالب x أس 5 زائد x تكعيب زائد x زائد 22 على x ناقص 2 عندما x تؤول إلى 2. نلاحظ أن شرط المقام غير محقق، عندما x تؤول إلى 2 سوف يكون المقام يساوي للصفر، ولو عوضنا مكان كل x ب 2 في البسط أيضا سوف نحصل على صفر، وبالتالي عند التعويض المباشر عن كل x ب 2 سوف نحصل على صيغة غير معينة، سوف يكون البسط والمقام أصفار وهي صيغة غير معينة. لإزالة عدم التعيين، لتبسيط هذا الكسر وإزالة عدم التعيين، هناك طريقتان لحل مثل هذه التمارين. يمكن قسمة البسط على المقام قسمة مطولة لكثيرتي الحدود، أو استخدام القسمة التركيبية على اعتبار أن المقام حدودية من الدرجة الأولى. تنفع القسمة التركيبية فقط عندما نقسم كثيرة حدود على حدودية من الدرجة الأولى. لإجراء القسمة التركيبية، وهي أبسط قليلا من القسمة المطولة في هذه الحالة، يجب ترتيب كثيرة الحدود ترتيبا تنازليا. نلاحظ أن سالب x أس 5 معاملها طبعا سالب 1 x أس 5، الواحد عادة لا تكتب، نريد كتابة المعاملات بشكل واضح من أجل حل التمرين لأننا سوف نعتمد على هذه المعاملات. الx أس 4 غير موجود، وبالتالي نعتبر أن معامله هو صفر، إذن صفر x أس 4. معامل الx تكعيب هو 1. الx تربيع غير موجود، نعتبر أن معامله هو صفر. معامل x هو 1، والحد الثابت أو الحد المطلق هو 22. سوف نستخدم هذه المعاملات من أجل إيجاد القسمة التركيبية. إذن سالب 1 صفر 1 صفر 1 22، معامل x أس 5، معامل x أس 4، معامل x تكعيب، معامل x تربيع، معامل x والحد الثابت. من أجل إجراء القسمة التركيبية سوف نأخذ صفر المقام وهو الاثنان، إذن سوف نجري القسمة التركيبية على العدد 2. نذكر بطريقة إجراء القسمة التركيبية: العدد الأول الموجود على اليسار ينزل كما هو، ثم نقوم بضرب العدد الموجود في المربع بالعدد الموجود بالأسفل، 2 ضرب سالب 1 يساوي سالب 2، ونضع الإجابة في الأعلى فوق الخط على اليمين. إذن العملية على الشكل التالي: نضرب 2 بالسالب 1 ونضع الإجابة في الخانة المجاورة على الأعلى وهي سالب 2، ثم نجمع هذين العددين لنحصل أيضا على سالب 2، ونكرر هذا العمل. إذن 2 ضرب سالب 2 سالب 4، نضع الإجابة في هذا المكان ونجمع العددين، 1 زائد سالب 4 يساوي لسالب 3. نكرر العملية: 2 ضرب سالب 3 سالب 6، مجموع هذين العددين أيضا سالب 6. نضرب العددين: 2 ضرب سالب 6 يساوي لسالب 12، مجموع 1 وسالب 12 يساوي إلى سالب 11، 2 ضرب سالب 11 يساوي إلى سالب 22، ومجموعهما يساوي إلى الصفر. هذا هو ناتج القسمة، معاملات الحدودية الناتجة عن القسمة، باقي القسمة يساوي إلى الصفر. طبعا على اعتبار أن الاثنان هي صفر للبسط والمقام، إذن يجب أن يكون باقي القسمة يساوي إلى الصفر، لأن الاثنان صفر من أصفار هذه الحدودية، وبالتالي الـ x ناقص 2 هو أحد العوامل عند القسمة، يجب أن يكون الباقي في هذه التمارين يساوي إلى الصفر. هذه معاملات الحدودية الناتجة، باعتبار أن الحدودية الموجودة بالبسط هي من الدرجة الخامسة، إذن الناتج يجب أن يكون حدودية من الدرجة الرابعة. نلاحظ هذا هو الحد الثابت، معامل x، معامل x تربيع، معامل x تكعيب، وهذا هو معامل x أس 4. إذن قسمة هاتين الحدوديتين تعطي الناتج
سالب x أس 4 ناقص 2x تكعيب ناقص 3x تربيع ناقص 6x ناقص 11، وبالتالي نهاية هذا الكسر تؤول إلى نهاية هذه الحدودية. نستطيع كتابة أن نهاية هذا الكسر عندما x تؤول إلى 2 يساوي إلى نهاية هذه الحدودية عندما x تؤول إلى 2. نهاية كثيرة الحدود أو الحدودية بإمكاني إيجاد بالتعويض المباشر بدلا من كل x بالعدد 2 لتصبح بهذا الشكل، سالب 2 أس 4 ناقص 2 مضروبة ب 2 تكعيب ناقص 3 مضروبة ب 2 تربيع ناقص 6 ضرب 2 وناقص 11. يمكن إجراء هذه العملية الحسابية باستخدام الآلة الحاسبة لنحصل على الجواب النهائي لهذه النهاية وهو سالب 67. إذن نهاية هذا الكسر عندما x تؤول إلى 2 يساوي إلى سالب 67. دائما يمكن استخدام القسمة التركيبية في هذا النوع من المسائل عندما يكون البسط كثيرة حدود من الدرجة الثالثة أو الرابعة وأكثر والحصول على صيغة غير معينة، ويجب طبعا أن يكون المقام حدودية من الدرجة الأولى. في هذا اللقاء ناقشنا إلغاء العامل الصفري من أجل حدودية نسبية مقامها حدودية من الدرجة الأولى وبسطها حدودية من درجة عالية، وإلى لقاء آخر من حلقات نماذج الدروس المرئية في مادة الرياضيات.